يقول السائل: عباس، صليت صلاة العصر منفردا خلف الصف ولم يأتي أحد، وكان الصف مكتملا، فأنكر علي أحد الإخوة في الصف الأول وقال أعد الصلاة. نعم، هو كما قال يجب عليك الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.